السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تأجيل موعد قرعة كأس العالم 2026 لمدة 24 ساعة ونقلها من دولة بنين إلى أبيجان بكوت ديفوار، على أن تقام مراسم القرعة يوم 13 من جويلية الجاري. وكان من المقرر أن تجرى عملية القرعة بدولة بنين يوم 12 جويلية، لكن هيئة الكاف قامت بتغيير المكان والزمان. وجاء الخضر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم رفقة منتخبات المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي وكوت ديفوار. وأعلنت الفيفا زيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال 2026 إلى 9 منتخبات بجانب منتخب آخر يخوض الملحق. وجدير بذكر أن المنتخب الوطني الجزائري حافظ على مركزه الرابع على المستوى الإفريقي، فيما تقدم بمركز واحد في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليحتل المرتبة 33 عالميا حسب تصنيف شهر جوان المنقضي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.